شربات مش هتنفع تبقى باكينات. هتنفع دي بنت طاقه وطبق طابور. يعني ايه طبق طابور؟ يعني الصوره تبقى القصر الباكينات. انت كل ما تشوف واحده عايز تعملها باكينام دي بالذات لازم تبقى باكينام. اه فكرتني، واحد صاحبنا اشترى فيلا عشان صاحبتنا باكينام. طبعا كان لازم اشتري الفيلا عشان خاطر باكينام. باكينام دي اكتر حب حبيته في حياتي، ما اقدرش انساها ابدا. حبيتها، حبيتها من كل قلبي، ما اقدرش انساها ابدا. ياما كنت اقف بعيد وهي قاعده على الكرسي ده واتوه في عينيها، وحشتني قوي. وكانت بتقعد على الكرسي اللي هناك ده كمان. كانت تقعد هنا وتقرا احلى قصص الحب، وكنت اسمعها واتوه فيها وفي عينيها. وحشتني، وحشتني، وحشتني قوي. كل حته فيها بتفكرني بباكينام، كل حته في الفيلا بتفكرني بيها. كانت بتمشي هنا وبتمشي هنا وتدخل من هنا وتخرج من هنا وتنزل من على السلم ده، ازاي انساها؟ كان لازم اشتري الفيلا. كنت قاعد على كرسيها اقول لها عصير الجاهز يا هانا. اهو الواد عزب شغال، والان المفاجاه الكبرى. باكينام تقبلي تتجوزيني؟ انت مين انت؟ ابن مين انت؟ اسمو عليك انا؟ عشان كده اشتريت الفيلا، وكان لازم اشتريها واخد طاري من الزمن واشتريتها. مش هتنفع. هتنفع. اسمع كلامي. بقول لك هتنفع. مش هتنفع. وانت كنت تنفعي ايه؟ بس. انا هفضحك قدام كل الناس. بس. البنت دي يا حضرات. بس. كانت بتبيع كلينكس في اشارات المرور. انا كنت ببيع كلينكس؟ يعني ايه كلينكس؟ مش عارف يعني ايه كلينكس؟ بس. نسيت ايام زمان؟ بس. تمشي بالعلب بين العربيات، علبه يا بيه، علبه يا هانم، دفعني بجنيه يا بيه عشان خاطري يا بيه. كنت اشوفها وهي جايه عليا، كنت اقفل ازاز العربيه بسرعه، كانت تيجي تلزق على الازاز وتريل على الازاز. كنت طبعا بضطر اشتري منها، وكانت تبيع الكلينكس وهي لابسه بنطلون بيجامه رجالي لحد هنا. ايه؟ ده كان بتاع خالي. ما هو ده اللي لفت نظري. ايه البنطلون؟ لا الفطيره اللي كانت على البنطلون. اهو عمر طلع اهو. ده بالقعدة على الرصيف بنزعل اكل عيش احسن من السرقة والتهجيس. انا سرقة والتهجيس؟ تعالي هنا. لا. تعالي هنا. لا. انت عايزة تعذبي زي زمان. بس. انزلي. انا مين يا بت؟ عزب شديد. انا مين؟ عزب شديد. انزلي. كلينكس ولا مش كلينكس؟ كلينكس. كلينكس ولا مش كلينكس؟ كلينكس. انزلي. اه. انا مين يا بت؟ بو 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 تحت. اه نسيتي. انزلي. اه ها انا مين؟ عزب شديد. عزب شديد. كلينكس ولا مش كلينكس؟ كلينكس. قولي لهم انا مين؟ عزب كلينكس. بت انا عزب شديد، وكل العيال اللي بتتنطط هنا دي اخبارها كلها عندي، وكله متسجل هنا. يشيل السيسي اللي صاحبني ده عشان انا مناضل. الصوت ده وثوري وعيب. انا لما قلت عايز عادل رأفت لازم تسألوا انا مين. مفتاح. مفتاح. مفتاح بالحضن يا ابن فريان. انت كل اللي بتشوفي خلايا تقولي مش هتنفع. مش هتنفع. لا هتنفع، بس هتنفع في حاله واحده بس. انك تعملي اللي قلت لك عليه. ظبطيها؟ ظبطتها. لبستيها؟ لبستها. انتكتيها؟ ايوه. اوكي دخليها. انت اللي جبته لنفسك. يعني ايه؟ انت اللي جبته لنفسك. انت ناوي على ايه؟ ادخلي يا شربات. يعني ايه دي؟ ما تستهبليش. زيزي يا زيزي.
دستور. نعم؟ دستور. دستورك معاكي. هي هي بالظبط هي هي. بقولك ايه؟ ايوه. لا 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 لفي. الف لا. علشان عايز اتفرج. لا لا هواني فرجه ولا بتقولي الف عشان يا راجلين. هي هي بالظبط هي باكينام باكينام. مين ده اللي بتنام؟ لا مش ايه الحلاوه دي؟ ايوه الست زيزي جابتهولي. ايه الشياكه دي؟ ايوه الست زيزي جابتهولي. ايه الجمال ده؟ الست زيزي جابتهولي. جابتهولي جابتهولي. دي حاجه عظيمه. ايوه. منتهى الشياكه. ان شاء الله يخليك يا باه. بس عايز اسالك سؤال يا شربات. ايه؟ ايه ده؟ دي تمسك مني بتراس. تمسك منك بتراسك؟ ايوه يا باه. مش لايق يا شربات. مش حلو يا باه. مش قوي يعني. يعني هشيله. يا ريت. بس انا يعني لو شعري حايش ولا حاجه. لا 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 حلو 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 جميل. بس تعالي قولي لي ايه ده؟ مين كان بيلعب كوره هنا؟ كنت هقع. قولي لي. ايوه يا باه. رحت لزيزي؟ ايوه الست زيزي قالت لي اطلع عشان اقول لك النشيه بتاع. تقولي لي ايه؟ النشيه. النشيه؟ ايوه يا باه. اسمه النشيه؟ ايوه النشيه. لا 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 اسمه النشيد. ايوه النشيه. اقوله ولا غر؟ لا قولي. ولا غر ولا اقوله؟ لا لا قولي. انا حيرانه اقوله ولا غر؟ لا 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 قولي. ولا غر ولا اقوله؟ لا قولي. يعني بقول افكر معاك كده اقوله ولا غر؟ قولي. ايوه يا بني هقول. كويس. ولا غر؟ لا قولي يا شربات. ايوه يا باه. بس انا لازم ادخل فرقتي يا باه. انت معاكي فرقه؟ ايوه امال ايه؟ تتكلمي جد؟ ايوه يا باه. طب اوكي دخلي الفرقه. طب دور وشك. ليه هم هيقلعوا؟ لا يا باه دور وشك يا باه. عشان ايه؟ عشان اعمل لك فجأة. تعمليني فجأة؟ واخرعك. وتخرعيني؟ ايوه يا باه. لا اعمليني فجأة بس. طب دور وشك يا باه. حاضر. ياض يا نخلة. ايوه. خش يا ولد. حاضر. ازيك يا نخله؟ عامل ايه يا ولد؟ لا يا ولد. انت نخله؟ ايوه. ربنا يطرح فيك البركه. ربنا يخليك يا باشا. ربنا يخليك يا نخله. ربنا يخليك يا باشا. انت منور والله. ربنا يخليك حضرتك اللي منور يا بيه. ايه؟ مالك يا نخله؟ اصل انا متضايق يا بيه وعندي مأساه. متضايق وعندك مأساه؟ اه. ايه المأساه اللي عندك؟ اصل انا امي ماتت ليلة دخلتها. امك ماتت ليله دخلتها؟ اه. امال انت جيت ازاي؟ جيت في تاكس. لا يا باشا استهبل ده؟ يشرفوا. هي دي فرقتك؟ لا يا باشا شرفوا. ماشي. دور وشك يا باشا. تاني؟ فرقتي يا باشا. ايه ده انت عامله بقى حاجه جامده. ايوه امال ايه؟ يا ولا. النبي يا باشا. اهو مدور. ياض يا برطم خش يا ولا. مين برطم ده؟ يا مشرفني يا مشرفني يا ولا. مايسترو. اوه نو شياكه شياكه حلوه قوي المخده اللي انت حاططها دي يعني ساعات تعمل كده وتقوم نايم عليها شويه ايوه ماشي دور وشك يا باه لسه في فرق ايوه فاجئتي يعني انت عندك فجأة بقى ايوه انا فاجئتي تتكلمي جد ايوه يا باه حاضر انا ادور انا ايوه يا باه دور وشك يا باه انت مالك مستغلساني كده العفو يا باه العفو يا باه بس انا قبل ما ادور وشي عايز اقول لك على حاجه حلوه بقى ايوه يا باه ايه الفستان الجميل ده وايه ده بروبرو بروبرو ايوه يا باه بروبرو طيب وايه اللي على عينيك ده كمان بروبرو كله بروبرو بروبرو ايوه امال يا باه دي حاجه حلوه خالص دور وشك يا باه حاضر حاضر والنبي فاجئتي اه انا مستني فاجئتي والله لا مش هبص يعني لو بصيت للفجأة هبص لا لا انا معقوله يعني مش هبص للفجأة ما بصهاش يعني انا عايز اخرعك ايه الفجأة دي؟ دي فجأة هايلة فجأة عظيمة ايوه بس انا لسه ما قلتش النشاه دور وشك عشان اعمل فجأة واقول النشاه انت مالك بتسخفيني كده يعني انا يعني انا المفروض بشجعك يعني ده انت سيدنا يا باه الله يخليك لا العفو ما تقوليش كده ايوه ادور وشك يا باه طيب وخلصنا يعني لا لا العفو يا اجري يلا إيه؟ يلا يا باه انا اسفه يا باه انا بيع
عاجبنك على طبيعتك يعني. ايوه يا بم ولا ايه؟ يعني همثل عليك ليه يعني؟ لا معقول؟ ايوه امال ايه؟ حاضر اهو. يسعيدك يسعيدك بس يا علق. وايه دي بقى ان شاء الله؟ ايه دي؟ دي الاستعباط بتاعي. الاستعباط بتاعك؟ وقفتني ليه؟ ها؟ وقفتني ليه؟ اني لسه ما خلصتش النشيد. بتوقفني ليه؟ بتظلمني يا ظالم؟ بتكبتني وتبطني كده اهو؟ ابطك؟ وقفتني ليه واني لسه ما خلصتش النشاط؟ لا لا اله الا الله يا اخ. هو النشاط ايوه بتوقفني ليه؟ يا خلص 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 النشاط؟ بتوقفني ليه؟ حصل له النشاط يعني اطموصه كده وانت موقفه؟ هو النشاط لسه ما خلص؟ ما خلصش النشاط. هو اسمه النشاط ولا النشاه؟ ايا كان يعني ما خلصش. طب انا اسف اني قطعتك. تقبلته؟ ايوه. انت بتوقفني ليه؟ هو مين اللي بيشتغل عند التاني؟ خلاص انا ما كنتش اعرف ان النشيه لسه ما خلص. ما خلصش. طب يا اختي كمل النشيه. احنا اسفين. تقبلناه. يلا يا سيدي في تكملة النشاط. يلا لسه كتير يعني؟ أنا آسف أنا آسف. يلا يلا النشاط واحد اتنين هب. يسعدك يسعدك. انت بتخرعيني بقهدي. انت مش قلت في تكمله للنشيه؟ ايوه يا بقى. انت قلت اتنين يسعدك. هما 16 يسعدك. لا بجد؟ واني زودت عليهم حته واني طالع على السلم. يا ما شاء الله. يعني وانت طالع على السلم كده لقيتي في حته جت في خيالك تقوليها؟ ايوه يا ولا. ايوه يا بقى. يعني ده معناه انك بتألفي؟ ايوه بليف. بليف؟ ايوه. اسمها بليف؟ ايوه يا بيه. اسمها بألف؟ ايوه بليف. ايوه يا بيه. قولي ايوه ايوه. اسمها بألف مش بليف. ايوه بليف. ايوه ماشي ماشي. إيوة. يعني انت دلوقتي هتسمعينا الحته الزياده اللي هتليفيها وانت طالعه السلم. ايوه يا بيه. اوكي نسمعها. طب دور مش عايز فجأة. كفايه الفجعه اللي فاتت وانت عامله كده. قلبي كان هيقف الحقيقه. يلا الدخله بقى على اني هعمل الدخله دي فرقتني. مش عارف ليه المعامله سيئه منك كده يا شربات. يا بدا انت سيدنا يا بدا. سيدنا انت بتقعدي تديني على قفاه وتقولي سيدنا؟ اللي ده انت سيدنا. انا اديتك على قفاك يا بدا حتى ما شفتوش الغلط. خلاص انتهينا. اتفضلي عايزين نسمع الحته اللي وانت طالعه على السلم. ايوه يا بدا. استنى استنى. حلو قوي الحته الكابوكي دي. ايوه يا باني. انا بس عايز استعد لها. اصلا كانت مفوق. دي اللي كانت فاجئه بقى. والله فاجئتك. ايوه قوي. ايوه انا مبسوطه. يلا انت مبسوطه. حلو. يلا يا ابني علشان نشوف الدخلة عشان نسمع الحتة الزيادة اللي ألفتها وهي طالعة على السلم. أنا يا بال هقول لهم يا بال. طب حاضر.
الشك الشك برقص واغني يسعدك الشك الشك خلينا مثل يسعدك الشك الشك برقص واغني يسعدك الشك الشك حم حم البت شمعة تحترق ايه؟ ما تخضنيش بقى دي انت دلوقتي قلتي انك ألفت حتة وانت طالعة على السلم ايوه بقى فين دي؟ حم حم يا سلام حلوة وانت طالعة هم هم ايوه امال لو كنت نازلة هتعملي ايه؟ نه نه اني بضحك معاك شفت مطرف في مصر عمل كده؟ في الحقيقة لا اللي ساب التحكيم وبقى يغني يعرف يعمل كده؟ ساب التحكيم وبيغني؟ ده مين ده؟ ما تعرفوش والله لا والله ما اعرفه ده مشهور قوي مشهور قوي مشهور قوي وانا ما اعرفهاش من استغرق من استغرق طب كمليها من استغرق يا عشان نفهم مشهور قوي مشهورة أنا حاسس إن أنا أهبل مشهورة ده مشهورة مين؟ يعني قولي إيه؟ خلاص أنا مش عارفة أنا مشهور يعني مين؟ أقول غنوته يا ريت مش واضحة الحقيقة يعني نفسي تدققي في الكلمات علشان بس اقدر اركز فيها اذا سمحت يعني أنا هقول وأنا هغار اسمع حاضر ايه وال وبتقوليش حاجة خش يعني اصله مشهورة انت ما تعرفوش طب معلش قولي ايه اسمع انا سامع اهو واحد اتنين تلاته اربعه ايه ولا واحد ولا ميه ولا الف وستمئه ومليون الميه ولا مليون حبيب القلب من هو الجوه واللي ساكن مليون الميه قلب هو الجوه كمان المليون القلب هو الجوه ولا مليون دي حسبه مش اغنيه مش عارف مين اللي بيغ حكيم ساب التحكيم وبقى غني لا والله محمد دياب يعرف يعمل كده مين محمد دياب ده عمرو فؤاد يعرف يعمل كده العكس يا توفيق عباس يعرف يعمل كده مين توفيق عباس ده عبد الله محمود يعرف يعمل كده شعبان عبد الحليم يعرف يعمل كده مين شعبان عبد الحليم ده مشهور ايه ده الشك الشك نزل وارقص وامثل يسعدك الشك الشك نزل خلينا امثل يسعدك بس الشك الشك قولي له النشيه بيه قولي النشيه وفرعيه بيه يا ريت قولي النشيه عايز اسمع النشيه اقول ولا غور
ولا بودهم لتخافوا منها. اهلا بكو شيك. اهلا بكو شيك زيزي. يلي احنا جينا عندكم زيزي. الشيك الشيك. اهلا بكو الشيك الشيك. اهلا بكو الشيك الشيك. يلي احنا جينا شيك الشيك عندكم. بس هلا الشيك. احنا فرحانين بلا فرحانين بلا متنيلان كده. زيزي بلا مديلك البنت عشان تظبطيها وتوضبيها تعملي اللي بتعمليه ده. وانيش دراني وانيش دراني ايه؟ اه جاتك القوى. انت ايه مرض عدوى ايه يا اختي؟ انت بتفرجي ثقافتك علينا. اني ضد العولمه. ايه اني ضد العولمه. لا اني ضد العولمه. لا لا لا. بس يا اما بس يا اختي يلا يلا برا اهدي. يلا اهدي. يلا يا كلاب. انا في الخلافه ضيه بتاعتي يحصل كده. اه يا واد يا ولد ومشهوره قوي. ايه ده؟ طيب يا سيدي. انت طردت فرقتي طردت فرقتي. ايوه طردت فرقتك. انت مش اخلاق فنان. امال اخلاق ايه؟ زبال. تعالي هنا تعالي هنا اقفي هنا. مش عايز اسمع صوتك. ليه يا بيه؟ ليه يا بيه؟ ده انا هبهدلك. ولا نفس. اني قلت بس اني بس اني قلت اخرصي. اه كلبانه في شكلك ضربه في مصارينك. انت قلت ايه؟ قلت ايه دلوقتي وانا ماشي؟ اني ما قلتش حاجه. انت هتعملي لي فيها بريئه بقى؟ ما قلتش حاجه. انا سمعتك ببرطمي وانا ماشي. قلت ايه؟ والله يا ابن الذين ما قلت حاجه. والله العظيم والله اني اولي اني اني انا مظلومه. بس ايه يا ابن الذين دي؟ ده انت سيدنا. بس وقفي انا. ده انت سيدنا. بس على راسنا. اسكتي. خلاص خلاص انتهينا. كاتك الخرف خلصت راحك. ده انت راس يا باه. اشيلك على راس يا باه. خلاص مش عايز اسمع صوتك خالص. كدبانه في شكلك. السالفه مناخيرك. مناخيري. انت قلت ايه؟ تعالى قلت ايه دلوقتي؟ انا سامعك وانا ماشي. قلت ايه؟ والله يا ابن الذين ما قلت حاجه. مش عايز اسمع صوتك خالص. تعالى. لا تعالى. هي نفس الطول نفس الشكل نفس طول الشعر نفس لون العينين. هي باكينام يا ربي. هي باكينام. الحمد لله الحمد لله. بقولك ايه؟ تعرفي تفي؟ جاتك العرف. باكينام قالت سو مش ايه ده؟ انت اتجننت ولا ايه يا زباب؟ بتكلم نفسك. لا ايوه اتجننت. ايوه وهجننك معايا. اصبري عليا. اتجنني. لا قلعتوني ولبستوني وصورتوني من غير ما تقولوا لي. يا اولاد اللذين. بس ايه اولاد اللذين هدي؟ بس خليكي معايا. بص بتوقفوني بالمعوج يا اولاد اللذين. بس بس بتوقفوني معوج. لا بس. لا لا كده بس. لا. ده شرف البنت زي عدد. بس دي باكينام. ايوه ودي باكينام. ايوه وانت هيبقى اسمك باكينام وهندلعك نقول لك يا باكي. اني مش باكي على حد. وبعدين اني بنام في بيتنا. اني من عاله. من عاله؟ من عاله مين ان شاء الله؟ اني شربات بنت الزناتي. يعني بنت الزناتي خليفه؟ ايوه بنت الزناتي خديجه.
أولا زنتي ده مش أبوكي ده جوز أمك. ماني عارفة بقول له يابا. بلا كان لو لقيت حد أحسن منه وكتاب لما كنت عبرته. يا سلام على الأصل. أيوة والله يا بابا. برافو عليك. عموما يا شربات يعني أنا أعرف إن أبوكي أحلى من زناتي يعني. إهدي. في إيه؟ أنت يعني شكلك كده يعني ببصبص لي وبتملس علي وده موقف غير مستحب لأنيسة زيي ويعتبر في القانون تحرش. يعتبر ايه؟ تحرش. واني ممكن اصوت ولم عليك ولا الناس. ولا تصوتي ولا تلمي. اما ليه؟ ولا حاجة. ايوه. انت هنا. اعتذر. حقك عليا. تقبلته. وانا كمان تقبلته. برا امشي. اهدي. برا. ايوه برا. يا ابن الأزينة الناس كلها شاهدة عليك والله. ماشي. حسبي الله والله العظيم. طيب. واللي في بطني داني مش هسيبه ابدا والله العظيم. بتقول ايه؟ اهدي. تعالى هنا. اهدي. ايه؟ نفسي راحة لا ترمس يا محسن والله لا ترمس. انا مش محسن ولا ترمس. انت بتستهبلي عليا؟ ايه اللي بتعمليه بالظبط؟ انت مش فاهمني ليه يا باشا؟ بحب افهم. اني بضحك معاك. اقفي هنا. شوف يا شربات. ماني شايفة لا هواني عامية. أنا مش قصدي تشوفي يعني تبصي. أنا قصدي أقولك يعني خليكي معاي. ماني معاك لا هواني سبتك ومشيت. أنا مش قصدي تخليكي معايا يعني تفضلي. أنا قصدي أقولك يعني فوقي. ماني فايقة لا هواني ضربة بنجر ولا كوش. بس بقى. بس. أنت إيه؟ لسانك ده مبرد. كل ما اقول لك كلمه تطلعي لي ديل. طلع لك ديل. ديل ايه؟ خبيها ورا. ايه داريه؟ هو ايه اللي داريه؟ داريه داريه. ايه هو اللي داريه؟ داريه دالك. داريه ايه؟ انا مش عايز استعباط. كل ما اقول لك حاجه تقعد تمط في الكلام. تمط في الكلام يا بني. قلت حاجه بتقولي كتير. الله. اني هخرس. لا ما تخرسيش. امال ايه؟ خدي بالك. ها هو ايه؟ بالي. يا بنت اللذينة والناس دي كلها شاهدة عليكي. واللي في بطني ده والله يا بنت اللذينة ما حسيبك ابدا. لا 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 اقعد عشان استريح. ليه؟ عشان اللي في بطنك يا اختي. اختي في عينك. هتستعبطي عليا؟ دي مين؟ وانا مش درانة. مش بتقول تصويرتي؟ دي باكينام. ايوه ودي؟ باكينام. ايوه انا فين؟ الحمد لله. دي باكينام؟ وده باكي صاحي. اني بضحك معاك. قولي ورايا. انا باكينام. اهدي. ايه؟ انت مش سائل ان ده باكينا وده باكينا؟ يبقى انت ازاي باكينا يا اخوي؟ اسمها ايه؟ باكينا. باكينا؟ اسمها باكينا. ايوه. يعني انا هخرج من النشيه ادخل في باكينا؟ انت بتجيب الكلام ده منها؟ الا باكينا. اسمها باكينام. ايوه باكينا. اللي ايوه باكينا. اسمها باكينام. ايوه باكينا. ايه القلاطه دي؟ اللي ايوه باكينا. كل حاجه ايوه. ايوه باكينا. ايوه ايوه. ايوه باكينا. البنت محضره دكتوراه في ايوه. كل حاجه ايوه. ايوه ايوه دكتوراه. ايوه ايوه ايوه. كاني حمار. ايوه. جاتك القهوه. ما تستعبطيش. اقفي هنا. انت باكينام. اهدي. ايه؟ انت مش الساين ده باكينا وده باكينا وان انت كراجل يعني باكينا؟ يبقى انا ازاي باكينا؟ دي باكينام. ايوه. ودي باكينام. مفهومة. وانا باكينام بدري. اني بضحك معاكي. ماني عارفه. الله يحفظك. تحبي تبقي باكينام؟ ايوه. الحمد لله. ايوه. بس انا عايزك تفهميني. اني فهمك والله. تفهميني كويس يا حبيبتي. يا باني فهمك والله. يا ماما فهميني بقى. انت ابني. كنت فين يا صايع يا قلع؟ كنت فين يا طير؟ يا كنت فين؟ كنت فين ايه؟ هو مين ده؟ انا ابنك. ايوه. انت هتسكتي ولا اديك على خلاتك؟ يا
عايز تد امك على خلقتك. انت مش ابن بطني. ايه يا اختي؟ انت ابن حرام يا ولد. بيت بقول لامه بيت بعد ما شلت 17 سنه. 17 سنه؟ ايوه. ليه؟ ده انت كده تبقي غلبتي في ريال. 17 سنه ده ايه؟ ايوه. يلا عذب. والنبي ايه؟ ايوه. كل حاجه ايوه, أيوة. خلاص قلت لك تحب باكينام؟ خلاص قلت لي حبقى باكينام. ايوه حبقى باكينام. اوكي. ايوه. علشان تبقي باكينام قول اعملي اللي هقول لك عليه. قول هتعملي اللي هقول لك عليه. ايوه قول. ايه قول؟ قول قول ايه؟ اقول حاضر هقول. ايوه قول. حاضر. علشان تبقي باكينام ايوه اقف يا عدل كده. ايوه. افردي ظهرك كده. صدرك لقدام. ايوه. دقنك لقدام. اهدي يعني كده اهو. بالظبط كده. اه كده اهو. علشان لما تمشي تمشي كده اهو. ايه العبط ده؟ عبط في عينك. ايوه يا باه. لا بان يا اسفه بنت على راسنا يا باه. طب امشي واني هبرص عليك. ايه؟ امشي وهتبرصي عليا؟ اسمها هبرص عليك؟ ايه؟ ليه همشي لك على الحيطه؟ اللي هبرص عليك دي كمان. ما تجننينيش. اني جننتك؟ ايوه بتجننيني. يا ظالمني. بس. مفتري. اه انا مفتري. ايوه ايوه مفتري. ايوه ايوه انا مفتري. هتتشوي فوقها. بس بقى. تقف يا عادل. ايه؟ دقنك مش كده دقنك لورا شويه. ايوه. بصي بقى ركزي معايا. ايوه يا بقى. عايز منك ليونة. لمونة؟ لا لا يعني لمونة ايه؟ بقول ليونة. ليونة. ايوه قصدك يعني. ايوه قصدك يعني. مش سهل القصدك ده واني بعرف اعمله والله. كده هتبعتري زي الرز. ما تقولش رز قول عدس. اني بضحك معاك. بس اهديه. ايه؟ انت تركب الهوا ولا مش عايز تعبط؟ اقفي. اني بستعبط يا ولا يا باه. اقفي بقى. الله. بس بقى. يعني عملت حاجه يا باه؟ طب اقفي هنا. ايوه يا باه. مش عايز استعبط بقى. الله. نام. اقفي بقى يا بني. واقفه واني قاعده. ابعدي شويه. لا يا باه ده القرب حلو يا باه. هتستعبط يا منى؟ اللي هو كده خلاص بقى. ايوه يا باه. طب بس خلاص. بصي بقى. باكينام لما كانت بتمشي كانها بتقول لنفسها انا باكينام وانا واثقه في نفسي. ايوه اني باكينام واني ماسكه في نفسي. ماسكه في نفسي؟ ايوه اللي بعدها. ايوه. اسمها واثقه في نفسي. ايوه واثقه في نفسي. ده روسي ده؟ يعني ايه واثقه في نفسي؟ ايه انا واثقه في نفسي دي؟ امال انا واثقه في نفسي. واثقه في نفسي. ايوه واثقه في نفسي. ايوه هي دي بالظبط. واثقه اني في نفسي. اه بصي بقى انا عايزك تمشي بقلاطه. بلاطه؟ اهدي. بلاطه ايه؟ امشي بالشاكه. اني شيك والسته زوزه جابت لي اللبس ده وقالت لي اني شيك. امشي بلاطه. وقالت لي اني بنت اخر على طول. امشي بشموخ. قالت لي تشمخ يا بنت على انا عايزك هانم. وقالت لي اكتر. يخرب بيتك. ابت. اهدي. في ايه؟ اني تد. مش عايزه تبقي باكينام اعملي اللي بقول لك عليه. باكينام دي صعبه. اني عايزه البنت بطه. باكينام. البنت وزه. باكينام. البنت خضره غارتنا. انا قلت باكينام. لا. باكينام. ادفو عليك ولا باكينام. ايه؟ قلتي ايه؟ تعالي هنا. بت بقولك ايه؟ اسمتي. قولي قلتي ايه؟ قولي قلتي ايه؟ اتحفيني انا سعيد. قولي قلتي ايه؟ ادفع. ادفع؟ يا دي قطة والله. ادفع. الله الله الله. ادفع. هي هي بالظبط. مرة كمان. انت مبسوط ولا ايه؟ جدا جدا. املى لك ازازي لا ازازة ايه؟
ازازه ليه؟ يعني جرعه متكثفه كل شويه تلف تلف. لا انا عايز منك حاجه واحده بس وتقوليها لي. ايه؟ انتي باكينام؟ ايوه.